تحت رعاية سعادة النائب العام الدكتور علي بن فضل البعنين وبحضور معالي نائب رئيس المجلس الأعلى للقضاء رئيس محكمة التمييز المستشار عبد الله بن حسن البعنين ومعالي وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف الشيخ خالد بن علي الخليفة، استضاف معهد الدراسات القضائية والقانونية ورشة عمل للقطاع الخاص للتعريف بقانون العقوبات والتدابير البديلة وكيفية المساهمة في تنفيذه. إعادة اندماجه نتوقع أن دور القطاع الخاص دور كان جدا في هذه المسألة، لأنها تحمل على عاتقها عبء جميع المواطنين والمقيمين على أرضها، ولأنها تضع مبدأ حقوق الإنسان على رأس هرم الأولويات لديها. واصلت مملكة البحرين خطوات تفعيل تنفيذ قانون العقوبات والتدابير البديلة من خلال خطة متكاملة لكيفية التطبيق بهدف بلوغ الغاية الاجتماعية والإنسانية التي تنشدها هذه المبادرة ذات المقاصد النبيلة في حق المحكوم عليهم بإدماجهم في المجتمع واستثمارهم في خدمته. صدر قانون العقوبات البديلة في قبل حوالي سنتين أو سنة وشيء، استهدفنا منه في البداية المحكوم عليهم بعقوبة لا تتجاوز سنة وحقق نجاح طيب. الآن بدينا الدرجة الأخرى اللي هي المحكومين اللي ينفذون العقوبة في السجن بنص القانون بعد نص المدة، في المحكوم 5 سنوات بعد 2.5 سنة قد يطلق صراحة إذا نفذ عقوبة بديلة. الفكرة أن إيصال أن من سينفذ العقوبة البديلة في هذه المؤسسة أولا سيكون مدقق أمنيا لين يكون خطر على عليهم، بل هناك استفادة لرب العمل، استفادة للمحكوم عليه بدل السجن بيكون بينفذ عقوبته خارج السجن، واستفادة للأسرة أيضا من تفكك الأسرة. هو نتاج فكر عصري متحضر يأتي وفق معايير المواءمة والملائمة والتناسب ودون ما إخلال بحقوق المجني عليهم والمتضررين. قانون لقي ترحيبا وتأييدا من قبل مختلف المؤسسات العاملة في القطاع الخاص. احنا راح ان شاء الله ناخذ مبادرة بالتواصل مع شركاتنا ونشوف مدى الاستجابة، وان شاء الله يا رب ان احنا راح نساهم مع الجهات والمؤسسات الحكومية والأهلية في تشجيع مثل هذه المبادرات. مبادرة ناجحة جدا، واعتقد هي فيها خدمة كبيرة للمجتمع البحريني، حيث منح فرصة للمحكومين لإعادة إصلاح أنفسهم والاندماج في المجتمع بشكل يقدم خدمة للمجتمع البحريني. 1022 محكوما استفادوا من جميع أنواع العقوبات البديلة منذ بداية تطبيقها، في لفتة تعد إضافة لسجل مملكة البحرين الحقوقي وإضاءة أخرى لوجهها المشرق. مبادرة نوعية ثقافية تسهم في ازدهار القطاع العدلي في المملكة، تأتي في إطار التنسيق والتكامل ما بين جميع القطاعات في البحرين لا سيما القطاع الخاص. لتلفزيون البحرين صالح يوسف.